السلام عليكم. أولا كده كل سنة وأنتم طيبين جميعا بمناسبة شهر رمضان المبارك. وطبعا أحب أشكر كل شخص سأل عليا، كل شخص كان معايا بيكلمني طبعا على التليجرام. أغلبكم أو في ناس كتير جدا عارفين هما بتواصلوا معايا إزاي على التليجرام. وطبعا إحنا ما كناش بطلنا شغل إلا ممكن 3 أيام ولا حاجة أو أقل كمان، وشغالين طبعا على قناة التليجرام. اللي حصل طبعا كان معانا مشكلة في القناة بتاعتنا الأساسية، وما زالت لسه بنخلصها في اليوتيوب، ولكن ما كانش لنا صلاحية ان احنا نوصل لأي قناة، لأن كان حصل مشاكل. المشاكل دي لو كانت من شخص انا قلت او مجموعة اشخاص انا قلت انا مسامح الاشخاص دي لله. مشكلة ان شاء الله بإذن الله هتتحل. و طبعا اللي حصل من اليوتيوب هو بسبب بعض الحاجات اللي بتكتب في الفيديوهات، وبسبب بوتات او البوتات بتاعت اليوتيوب. بوتات بتاعت اليوتيوب سيئة جدا في الكلمات وفي الوصف، ومع مواقع البيتكوين بالذات. يعني انت عندك موقعين، انا بتكلم عن الكلام ده بالتفصيل، لكن انا طبعا بحب اشكر كل شخص فقط سأل علينا، وان شاء الله باذن الله القناة التانية تحل المشاكل، ودعواتكم معانا تحل المشاكل في القناة التانية علشان نبدأ نشتغل على القناتين باذن الله. طبعا في معانا في الفيديو ده معانا اردروبين، طبعا اردروبين باذن الله قويين قويين جدا، وهتشوف انت دلوقتي الاردروبين دولت طبعا منهم باونتي انت وحظك، زي بتاع عملة سولونا كده انت وحظك. في ناس كسبت منه 100 دولار، وفي ناس تعبت فيه وما كسبتش اي حاجة خلاص زي، وفي ناس كسبت اكتر من 200 دولار. الحمد لله رب العالمين. طبعا مش انا في الاردروب ده، ناس كانوا مسجلين من تحتي، لكن انا والله سعيد لهم. نروح بقى في الاردروبات اللي معانا ده. اول حاجة معانا كده، لكن قبل البداية ما تنساش اهم حاجة تصلي على النبي علشان نبدأ الفيديو بتاعنا عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة معانا وهو البوينتي بتاع عملة او بتاع موقع ليدجر نانو او بتاع ليدجر نانو. طبعا عبارة عن فلاشة لحفظ العملات الرقمية، طبعا تعتبر من افضل الفلاشات في العالم، ان انت تقدر او يو اس بي تقدر تحفظ عليه عملاتك الرقمية. طبعا في منهم نوعين، احنا مش جايين نشرحهم، احنا جايين نشرح البوينتي اللي هو عامله. تمام، طريقة التسجيل في البوينتي ده وطريقة التسجيل في مشروع تاني كده ليك منه هتربح منه برضه كويس، لكن التاني مش باونتي. أول حاجة التسجيل ده فيه ازاي، طبعا أنا كنت شرحته في التليجرام، هسيب لك رابط قناة التليجرام لأن بنزل عليها حاجات بعد كده بنزلها في القناة، لو في أخبار عاجلة بنزلها لك. التسجيل في الايردروب ده ازاي أو الباونتي ده، كل اللي عليك كده هتنزل إلى الأسفل. تمام، هتضع هنا الاسم بتاعك، بعد كده الايميل ادريس، بعد كده بتضغط على السهم ده بتعلم عليه، بعد كده بتضغط على كلمة ساين اب ناو او كلمة انتر ناو دي. بعد كده ما تنساش ان حضرتك تروح على الايميل بتاعك وتفعل حسابك، تروح على الايميل وتفعل حسابك. ممكن تلاقي الرسالة بتاعت حضرتك، الرسالة ممكن تلاقيها في الرسائل الاساسية، وممكن تلاقيها في الرسائل الترويجية هنا. تمام، فانت او ممكن تلاقيها في السبام، المهم الرساله هتجيلك. بعد ما الرساله هتجيلك هتظهر لك الواجهه دي كده، يبقى انت كده دخلت الحساب بتاعك. ايه الموضوع؟ اول حاجه الراجل هنا بيقول لنا ده عدد النقاط اللي معاك. تاني حاجه الراجل هنا بيقول لنا جيب لنا عده هنا مهام، فيسبوك والتليجرام والتويتر والكلام ده، حاجات تافهه وحاجات بسيطه. كل اللي طالبه منك يعني مثلا في دي تاج ل3 اصدقاء، تعمل ريتويت وتعمل تاج ل3 اصدقاء، هتكمل المهمه دي، وطالب من دي ريتويت وهيطلب منك اليوزر نيم بتاعك، بعد كده طالب منك انك تعمل كومنت على البوست اللي هيديه لك بتاع الفيسبوك كده، بعد كده هتدي له رابط الفيسبوك بتاعك او اليوزر نيم بتاعك على الفيسبوك، وتكمل بقيه المهام زي ما انت شايف. كل المهام شغاله الا اول مهمه فيها مشكله، فيها مشكله. كل المهام شغاله وزي ما انت شايف حصلت عليهم كذا. ايه الباونتي موضوع ده يا عم كريم؟ الموضوع هنا بيقول الباونتي ده اول شخص، ركز معايا، اول شخص في شخص هيربح 2000 دولار، محظوظ هيربح 2000 دولار من عملة التي ار اكس. تمام، عملة متداولة طبعا وكلنا عارفين العملة دي. هيربح عملة التي ار اكس، وكمان هيربح يو اس دي او يو اس بي. تمام، يو اس بي من او فلاشة لتخزين العملات. يعني اول شخص هيربح ال 2000 دولار وفلاشة. تمام،
علشان تشترك او يبقى ليك الفرصة ان تعمل لك قرعة وتدخل هناك لازم يكون معاك اكتر من 3000 نقطة. تمام، نروح لتاني شخص. تاني شخص وين هيربح 1000 دولار من عملة التي ار اكس، وكمان هيربح فلاشة. تمام، علشان تشترك في الباونت ده لازم يكون معاك اكتر من 2000 نقطة. هنا النقط طبعا تجيبها منين؟ من رابط الاحالة الخاص بيك. كل شخص هتسجل من طريقك هتاخد 100 نقطة. استنى معايا عشان انت لو ممكن ما تجيبش احالات ليك فرصة. تالت شخص معانا هيربح 700 دولار من العملة دي، من عملة تي ار اكس، وكمان هيربح فلاشة. علشان تشترك لازم يكون معاك اكتر من 1000 نقطة. الاشخاص اللي معانا رابع شخص هيربح 500 دولار من عملة تي ار اكس، وكمان هياخد فلاشة. رابع او خامس جايزة انا مش فاكر، هياخد 200 دولار من العملة دي وكمان هياخد فلاشة. هي عندنا هنا 95 شخص، ركز معايا لان الباونت ده ل 100 شخص. 95 شخص تمام، هياخدوا فلاشات فقط من فلاشات نانو اكس. تمام، هياخدوا فلاشات، ده كل الباونت عشان ما حدش يقول لك اربح 200 ألف دولار وكلام من ده. كل اللي عليك في الباونت ده انك هتروج لرابط الاحاله الخاص بيك علشان توصل لل 3000، علشان يبقى ليك الهدف. يعني انت لو وصلت لل 3000 ان شاء الله بإذن الله هتنافس على الألفين، وهتنافس على الألف، هيكون فرصة الفوز بتاعتك أكتر. لكن أنت مثلا لو معاك 1000 نقطة، كل اللي هتنافس عليه بتاعة الألف وبتاعة 700 وبتاعة 500 ودي، تمام، والوينر دي. لكن لو معاك 3000 نقطة هتنافس على دي ودي وكلهم. أتمنى إن الكلام يكون واضح. نروح بقى تاني مشروع معانا. تاني مشروع معانا هو المشروع اللي أنت شايفه أمامك ده، ليه عملة اسمها تي أي إم. تمام، هو مشروع قوي قوي يا جماعة، وركز. الراجل ده عبارة عن تطبيق بيدينا 3 لفات يوميا. التطبيق ده أنت وحظك، يعني أنا أخدت كده 3 لفات أهوت، ربحت منهم 1 و33 دولار. تمام، ربحت منهم 1 و33 سنت من عملة الدولار. نروح ازاي او نشوف الدنيا هنا ازاي. كل اللي علينا علشان نشترك في التطبيق ده اياك تفوت التطبيق ده. تمام، لانهم الاثنين او الدرس ده ما يتفوتش، سواء الليجر سواء ده. كل اللي عليك حضرتك ازاي هتسجل في التطبيق، هسيب لك الرابط تسجل منه. هتدخل هنا، بعد كده هتضع هنا رقم الموبايل الخاص بيك، هتضع عليه رقم الموبايل علشان يبعت لك رسالة فيها لينك التحميل بتاع التطبيق. هتضع هنا رقم الموبايل الخاص بيك، وليكن انا موبايلي بيبدأ ب0 10 كذا كذا. تمام، انت موبايلك 0 11 هتكتب كذا الموبايل بالكامل، 0 15 هتكتب بعد كده ضغط على كلمة سند، بعد كده هيبعت لك رابط تحميل التطبيق في رسالة. هتحمل التطبيق، بعد ما تحمل التطبيق هتفتحه على موبايلك. تمام، وتكمل بقية الخطوات والإجراءات. هيطلب منك تعمل تسجيل، تضع الإيميل وباسورد وكلام من ده، يعني حاجات بسيطة جدا. بعد كده هيوجهك لوجهة التطبيق اللي أمامك دي. بعد كده الراجل هنا بيدينا 3 لاكي سبين يوميا علشان نربح. كل اللي علينا كده هنضغط على لاكي. بعد كده زي ما انتم شايفين انا طبعا للأسف ممعيش، تمام، او انا ما معيش سبين، انا خلصت السبين اهوت. بيقول لي انت، انا حتى جالي كمان 3 سبين، ادي عملت واحده منهم، نعمل الثانيه، للاسف جالي انت مش محظوظ، نعمل الثالثه كده اهوت، كسبت قطعه من العمله دي اهوت. نروح نشوف فيو برايز. زي ما انت شايف كسبت قطعه من العمله دي. لو نزلت هنا اهوت، لو رحت الرابط التطبيق الاساسي هلاقي بقى معايا اهوت 1 دولار 35 سنت. نروح كده نكمل، بقى معايا واحده لاكي بس، انت ليك يوميا بس كده خلص. هنا الراجل بيقول لي انت ممكن تشتري واحده لاكي مقابل 5 قطع من العملات دولت. عايز تزود ربحك اكتر، عندك هنا طبعا كل يوم بتدخل ليك 3 لاكي، انت وحظك. انا شفت شخص ربح حوالي 30 دولار الى الان من اللاكي. تمام، عندك ريفرر، ده رابط الاحاله الخاص بك اهوت. كل صديق هتاخد من خلاله كذا من الاي تي ام، وصديقك هياخد كذا من الاي تي ام. يعني انت لو سجلت من رابط الاحاله بتاعتي، يور فريند بيقول اهوت يور ريفرر مش عارف يوجد كذا. تمام، وانت هتحصر الباونت الخاصه بيا 33 من القطعه دي. تمام، ده كل التطبيق
فقط. أتمنى إن الفيديو يكون أفادكم، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.